عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير وبصحه جيده. كيما بان لكم في العنوان، غادي الناس غادي يدخلوا غادي يسحب ليهم على حتى شي وصفه ولا شي ماسك شي حاجه. كيف تكونين اميره في بيتك؟ كيف تكونين اميره في بيتك؟ هو صراحه انا قررت اليوم نهضر على هذا الموضوع احسن من حتى وصفه، حيت كيما كتعرفوا شحال من وحده غادي تقول لك انا كنشوف بزاف ديال الوصفات وما كنديرهمش، ولا شفنا ولا سولنا شحال من وحده غتقول لك راه ما كنلقاش الوقت باش نتبعهم، ما كنلقاش كيفاش، ما عنديش الوقت، الراجل والدراري والمشاغل ديال الحياه ما كتخليني نتحرك. المهم هادشي علاش الوصفات اللي كنشوفهم وما كنستافد منهم حتى شي حاجه. فعلا اختي ما غاديش تستافدي منهم حتى شي حاجه، حيت انت اصلا ما عطيتيش الوقت لراسك، ما دايراش وقيت لراسك باش تمتعي فيه، باش تحسي براسك بانك عاطيه وقت. داكشي علاش خاصك ديري الحل لراسك قبل ما يفوت الفوت، حيت راه الا ما درتيش الوقت لراسك وساعدتي راسك راه ما كاين اللي غادي يساعدك، وما كاين اللي غادي يجي يقول ارا نساعد هاد السيده، ارا ندير ليها شي وقيت. ديما كتلقاي الوقت للصابون، الطياب، الدراري، الراجل، جاو عندي الناس، هادو عرضوا عليا، هادو عرضت عليهم، ولكن علاش ما تحيديش واحد النهار في السيمانه لراسك تخرجي فيه، قدي فيه حالتك، ديري فيه كل شيء. ايوا غادي عاوتاني نسمع لا حقا عندي الدراري، وعندي اختي الدراري راه عايشين باللي عطا الله، وانتي هكاك وراجلك ووالديك، علاش اختي ديري حيديه كيف ما بغى يكون. اقتنعي بانني خاصني نعطي واحد الوقيت لراسي، فيق اختي واحد النهار وتوكلي على الله، قولي اليوم ديالي، اليوم ديالي ما يحيدو طبيب ولا والي، المهم قولي هاد النهار ديالي. فيقي مع الصباح، لا كانوا عندك الدراري فطريهم خرجيهم من المدرسه، ما كانش عندك الدراري، كنتي هاد حيت كنهضر مع العيالات اللي مزوجات والبنات اللي باقيين ديال راسهم في دارهم، يعني باقي عسبات ديال دارهم الله يسهل عليهم. الا كان عندك اختي وليدات، فيق اختي صيفطي دوك الدراري للمدرسه، لبسي شي سيرفيت وخرجي. كنتي بقيده في لاصال مزيان، سير اختي تريني وفرغي الطاقه ديالك وفرحي براسك، فرحي انتي كتريني وانتي فرحانه، ماشي انتي كتريني وانتي كتفكري انتي غادي نرجع مع العشرة باقي خاصني نعجن، خاصني نصب، خاصني نسيق، سير راه الشغل راه غتلقيه بلاصتو، راه ما غاديش يهرب. ايوا لا اختي ما عندكش ما في استطاعتكش، ما داخلاش لاصال، راه ديري غير لا مارش، غير تمشي، خرجي تمشي، تلقي رجليك، تمشي حتى شبعي تبارك الله. كتشوفي العيالات مع السبعة الصباح خارجين كيتمشاو، ومني ترجعي اختي تربيها بواحد الدويشه هي الاولى، خلي عليا الشغل وخلي هذاك النهار راه ديالك، غتحيديه من الاسبوع، الشغل راه مدروك وكلشي مدروك، ولكن هذيك اللحظه اللي كتستمتعي براسك الا فاتك راه ما غاديش ترجع. رجعي على لا ودي واحد الدويشه، مرا واحد الدويشه ديري واحد الماسك، ديري ماسك في وجهك، حيت ديما الماسك تاع البنات راه كيخصنا نديروهم على النقا، الناس اللي كيديروا الماسك والوجه ما نقيش، المسامات ما مفتوحينش، راه ما كتستافديش من الماسك نهائيا، راه بحال كديري غير فوق ديك الجلده الميته اللي فوق، ديك الاوساخ اللي متراكمه في الفوق. ايوا من بعد لالا تلقي لي داك الشعر، حيدي عليا داك الزيف، الاغلبيه ديال العيالات فينا كدوش وكتخلي ديك العقده فوق راسها سيمانه حتى للدوش الاخر. دختي ديك العقده تلقي لي دوك الشعرات، عندك الفلوس وميسره الحال الحمد لله مسهل عليك الله، سيري اختي وصايبيه في الصالون على مالك، فرحي براسك مره في شحال. كاينه اللي تسولي هذا باش شحال هادي ما درتي السوشوار، تقول لك يمكن من عرس اختي ولا من عرس بنت خالتي ولا ما نعرف من شحال، ماشي ضروري الناس اللي كيديروا السوشوار هما اللي كيعريو شعرهم ولا موظفات وكيخرجوا به. حتى انا دايره فولار غادي نديرو في داري نفرح براسي، ما عندكش اختي ديريه الا عندك في الدار، ما عندكش في الدار ديري باتشا، الا لا الا ما عندك الباتش ما كديري باتشا بوكلي، انت كاع ديري بوكلي، غيري المهم غيري الشكل ديالك. ايوا لا داك النهار ما تفكريش في الغدا، قضي باللي كاين. الا قلتي لي لا انا ما كنقضيش باللي كاين، راجلي ما كيبغيش ولا وليداتي، الا لا نهار نكون عوال، انا داك النهار غادي نعطي وقت لراسي ندير الغدا بالليل،
دير اختي الغدا بالليل ونطرف ونجمع ونحيد عليا الصباح، غيبقى ليا غير داك الشيء خفيف. راه ماشي ضروري كل نهار تهبطي الصالون، تهبطي البيوت، تهبطي تصبني الحوايج. صافي راه الا تجمع يومين معليش، يعني كيبقى لك غير دوك الميعنات، كيبقى لك غير دوك الميعنات، يعني كتكون شي حاجه خفيفه وقسم ما تحطي شي حاجه كدوزيها. لا داك النهار ما تدوزي والو، حطي كل شيء في الشريجه وخليه تما. اللي قال هذاك حط الهم في الشبكه، شي تسقطر وشي يبقى. ايوا المهم جاو وليداتك غديتيهم، غديهم اختي، وانتي كلك طاقه ايجابيه، ما تحاوليش تستسلمي داك النهار، ما تخليش حتى شي حاجه تطيح لك المورال ديالك. ضحكي مع وليداتك، راه حتى وليداتنا ملي كيشوفونا كنضحكوا راه كيضحكوا، واخا كيدخلوا الدراري من المدرسه غضبانين ومقلقين ومنيرفين ومعصبين ماما وانا قال لي في ترونسبور، وهذا قال لي، ولا انا درت، ولا انا دابس مع واحد الدري، ولا هدني انت الطرح. ديما جاوبي بواحد الجواب ايجابي اللي ما غاديش ياثر عليك انت في نفسيتك، واللي حتى وليداتك ان شاء الله غادي. فهمتي ديما ملي كتكون عند الام طاقه ايجابيه راه الدراري كياخذوها منها. ملي كتكون اختي غير كتغوتي وغير اسميتو علاش درتي وعلاش هزيتي علاش حطيتي، راه حتى الدراري مسا كنتي يخرجوا بحال هكا. بردي وحطي العظيمات في الثلاجه. تغدى وليداتك صيفطيهم مدرسه، كان راجلك تيجي يتغدى فعلا انا غتعطيه حقه حتى يتغدى ويمشي. وكيما قلنا ديما الابتسامه، ونحس براسي انا فرحانه. ما تحسيش براسك بانك راه كديري واحد المسؤوليات وكديري واحد المهمه وكديري، راه واحد النهار الا ما جمعتيش وما سيقتيش وما درتيش الشغل على حقه وطريقه، راه ما هادشي راه ما كيعنيش بانك راه كتهملي دارك ولا راكي معفونه ولا راكي اختي. انا شي نهار الا جا عندي شي حد ولقاني مرونه اختي ما قداش، ولا عكزانه، ولا دايها في راسي، ولا عاطيه الوقت لشي حاجه، اختي اللي بقيت فيه ينوض يجمع ليا، اللي بقيت فيه يعري على كتافو وينوض اختي يجمع ليا. اختي غير يخرجوا الدراري نخرج حتى انا موراهم، ما تجلسيش تسناي تقولي لا بلاتي نتسنى شويه نتكا، لا باش نجمع المعينات الغدا. لا اختي جمعيهم وحطيهم في الشريجه وقولي لهم تنجي، راه غتلقايهم كوني على يقين، راه ما غاديش تلقايهم هربوا ولا طجوا ولا قالوا لك ما بقيناش غنكونوا في هذا الدار. لا اختي غتجي تلقاي معينات كيتسناوك، غير خليهم اللهم خليهم. اللهم اختي سيري استمتعي بوقتك. ايوا لا لا ديري مع شي صاحبتك تكون عندها طاقه ايجابيه، ما تمشيش مع دوك اللي كيطيحوا لك المعنويات. ملي تلقايها دار ليا الراجل، دار ليا الولاد، دارت ليا عكوزتي، دارت ليا اختي، دارت ليا امي، دار ليا با، فلان مشى جات فلانه. سير اختي مع شي وحده اللي غير كضحك وفروجيه وناشطه. ايوا وقعدي انت وياها، خرجوا سيروا لشي قهيوه. ما عندكمش فلوس القهوه، سير اختي غير شي جريده، ما عندكمش لا لا تمشاو ولا لا ديو الشارع وجيبوه، دخلوا لهاد البوتيك، ودخلوا لهاد البوتيك وشوفوا الحوايج وضحكوا ونشطوا. وضحكي يا لالا وقولها، وضحك عليها قولها، وضحك عليها حتى تبان لك درست العقل. لالا ديري غير 60 ريال شي تشربي غير زلافه ديال الحريره، شتي تشربي غير زلافه ديال الحريره وتحسي براسك راه فرحانه براسك وجالسه تعطي الوقت لراسك، راه احسن لك اختي ما تبقاي جالسه في الدار وتتشوفي في ربعه ديال الحيط وتتسناي اش بغيت ندير اليوم، اش بغيت ندير اليوم، اللي درتو اليوم تنديرو غدا، وف قهرني الشغل، وف قهرني الولاد، قهرني الراجل، قهرني الروتين، ما عرفت مالي، جاني اكتئاب نفسي، جاني كذا، جاني كذا. اختي وتشوفي ودوزي، ما عندكش اختي قلتيها في جريده وشريها 10 ريال ديال الزريعه، كوليها وضحكي وعاودي شي حاجه اللي قديمه دهسوك كتنشطك وكتفرحك. عاودي اختي غير الذكريات الزوينه ديال الصغر ديالك ولا ديال هادشي، راه ماشي غير على المراه المزوجه، راه حتى على البنات اللي ما مزوجينش ولا البنات اللي كيقراو ولا ديما نهرسوا داك لا روتين فاش كتعيشوا. ماشي اللي ديريه اليوم ديريه غدا، كتولي كتحسي براسك السيمانه واقفه ما كتمشاش، هاد السيمانه كتحسي براسك بحال راه هي ديك السيمانه اللي داز، وبحال هي راه داك الشهر شنو تبدل، ما كاين حتى شي حاجه. يلا ملي كيجي شي عيد ولا شي عطله هذا اللي كيتهرس داك الروتين. اختي نهرس انا داك الروتين مره في السيمانه، ثاني نرجع مع سته لداري نرجع فرحانه ونشطه مع راساتي وطالع ليا المورال. وانا دلالة لبسي بدلي شي بيجامه تكون زوينه، حيدي عليا من دوك الشراب، حيت راه حنا العيالات الله يسمح لينا بعض المرات تدخلي للدار تلقاي وصافي جالسه غير في الدار. على اختي جالسه في الدار ما تدوزيش من حدا المرايا، راه انتي دزتي من حدا المرايا ولقيتي راسك لابسه شي بيجامه ماشي هي ديك، غتقولي اه شوف راسي كي دايره. والله يا اختي واخا طلي 100 وصفه في النهار ما غيعجبكش راسك، ديما اهتمي بحالتك واهتمي بحويجاتك. وغادي يجي داك الراجل من الخدمه يقول اه تبارك الله شوف المراه اليوم فركسه ومقاده وضاحكه، غيقول
شي حاجه زايده عليها، وماشي غير الا كنتي مزوجه، شتي حتى الا كنتي بنت ودخلتي لداركم وتقاديتي وتفركستي وتعطرتي، وهذا راه كت ديك الميمه وداك البويله شافوا فيك راه كيفرحوا كيقول لك شوف بنتي تبارك الله غزاله ومقاده كتفرحيهم، راه انت براسك الا قديتي حالتك راه كتفرحي براسك. ونقاد اختي ونخلي داك النهار عندي من الفجر ديالو حتى نعس بالسلامه ضاحكه وناشطه وفرحانه، وما حتى شي حاجه ما تهرس ليا المورال، ويجيو وليداتي يا لالا داروا التمارين داك النهار ما داروش غيوقع، حفظوا داك النهار ما حفظوش غيوقع، درتي الشغل داك النهار ما درتيهاش غيوقع، ولكن حسي باللي كتعيشي لراسك، جربيها غير واحد المره وتشوفي والله الا غادي يعجبك الحال، غادي تولي ديريها جوج مرات في السيمانه، ثلاثه المرات في السيمانه غتولي تعودي عليها، حتى غتولي عندك عاده، راه قال لك ولفها عاده عاده، غتولي كتفيقي يا لالا كتقولي او بلاتي قبل ما نمشي ندير ديك الحاجه راه كاع ندهن وجهي، راه ندهن يدياتي، راه نصوب شعري، راه نضربها بواحد التدويشه، نفيق مع صاحب بلاتي نمشي نتريني في لاصال مالي، راه عندي الوقت، راه غادي نقدر ندير فيه الشغل وندير فيه كلشي، راه الشغل اختي راه كلشي حاد، قالت تبارك الله المغربيات راه حاد، قالت من البنت للعمه للخاله للجده لكلشي، راه ما كايناش شي وحده ما كتعرفش دير الشغل، راه ما كايناش شي وحده ما كتعرفش تصبر ما كتعرفش تعجن، والحمد لله دابا كلشي الامور سالت، العجانه على الماكينه د الماعن على الماكينه، اللي عنده اللي ما عنده الله يسهل عليه، ولكن اختي راه شبابك وعمرك وحياتك الا مشات راه ما كتعوضش، راه كل نهار كل دقيقه من العمر ديالك الا مشات، والحمد لله هذا الشيء ما فيه حتى شي حاجه، راه بسيط، راه غادي يكون كلشي عارفه، ولكن شنو اللي صعيب؟ صعيب ان الواحد يطبق الحاجه، صعيب انك تطبقي هذا الشيء، كتقولي لا بلاتي النوض هو الاول، راه نفرك داك الدوش هو الاول، راه اسميتو كتلقاي راسك لحقات العشرة ولا العشرة ونص مازال ما فطرتيش، ها لحقات العشرة ونص بلاتي نعجن، ما شوف بسطيها سهليها غتسهل عليك، شتي اللي كتبقى تفيق وتقول لك حيت ناري الشغل تابعني ولا ريال مولتي انت غادي نسالي والوقت مضيق، وهذا راه كل نهار اختي باش تقضي، ماشي ضروري نهار ما عجنتي جيبي خبيز، نهار لالا الا كنتي كاع كتحكي والنفس النفس لالا راه كاينه الثلاجه كاين الكونجيلاتور، راه سير عجني اختي الخبز انت ديال 3 ايام 4 ايام نقصي عليك وفري شويه، درتي شي حاجه زربانه عندك شي بروغرام الصباح وما بغيتيش تفرطي فيه، ما تفرطيش في المصلحه ديالك اختي، نوجد انا ديك الغديوه بالليل ونديرها في الثلاجه والصباح نسخنها، راه نهار واحد ما خسر عليك حتى شي حاجه، وان شاء الله الا درتي هكا راه ديما غادي تشوفي، حيت راه شحال من وحده كتدخل للانترنيت راه نشوف هاد الوصفه راه نشوف هاد الوصفه، راه ما كدير حتى شي حاجه منها، ما كدير والو، ولا كاع نهار كديرها واحد النهار كتقول لك نهار شي جوج مرات ولا ثلاثه كتقول لك حقا ما جاتش معايا ولا صافي ما، ولا كتلقاي لي برودوي دابا تبارك الله البلاكارات ديال العيالات ما كاينش اللي ما عندهاش لي برودوي، الشركات موجودين على الجهد، ولكن كتلقاي الماريو عامر ها الزيوت ها لي كريم ها لي ستيك ها لي بارفان وما كدير حتى شي حاجه، كتشري وتحط، علاش؟ حيت كتعطي لكل واحد حقه، كتعطي لراجلها لولادها لامها لخوتها لكلشي، ملي كتجي راسها ما كتعطيش الحق لراسها قليل، ملي كتكون شي مناسبه اختي نتقاد انا، ملي كتكون المناسبه علاش اختي ما نتقادش ديما ونفرح ديما براسي وديما نضحك وديما نشط، شتي المشاكل راه ما كاينش دار ما خطاتها المشاكل وما كاينش دار ما خطاتها الهموم والشقه وتماره، ولكن الواحد هو اللي يحيد الوقيت لراسو، والمشكل كوني على يقين بان اي مشكل عنده بدايه وعنده نهايه، راه حتى حاجه ما تجي على غفله، من غير الموت الله ينجينا ونجيكم من موت الغفله، ولكن بنادم راه اي مشكل كيبدا كيدوز بمراحل ويسالي، ومن يجي المشكل ما تعطيهش كتر من الحجم ديالو، اعطيه وقته بشويه بشويه غادي يمشي، واي حاجه ربي سبحانه وتعالى عطانا النسيان، يعني حنا بالطبع ديالنا راه كتجي هاد الحاجه كمشات كتنسيها ما كتبقاش ديها فيها، تجي الحاجه الاخرى وهي غاديه هكاك والدنيا هي هذيك. ايوا نصيحه اختي اللي نقول لك تهلاي في راسك وتهلاي في صحيحتك وعيشي حياتك وتبرعي وخرجي وديري كل شيء، راه العمر الا فاتك راه ما تيرجعش، وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوناش بالدعوات ديالكم الله يسهل علينا وعليكم، واشتركوا في القناه ودعمونا
وخليوا لينا التساؤلات ديالكم، الاقتراحات ديالكم، الا عندكم شي حاجه بغيتو نهضروا عليها، الا كان شي حاجه، الا كاين شي حلول نيت بغيتي تضيفوها، كاين شي حاجه، شي المهم خليوا لينا في التعليقات ديالكم، وشكرا بزاف.